ومن هنا فإن كل اتفاق يتم بيننا وبين أي من هذه الدول هو في حقيقته كسب لنا، ولذلك أنا أوافق على هذه الاتفاقية. ولكن لي تحفظ بسيط في القائمة رقم 2، لأن هناك سلعتين: المشروبات الكحولية، الخمور، والتبغ وأبداله ومنتجاته. من منظور إسلامي بحت يجب ألا نستورد هذه السلع، وأنا أوافق على التقرير وأؤيدها. وشكرا يا رئيس. أشكر بيان الحكومة، ولكن توجد لدي عدة تحفظات وهي في مجال الشؤون الاجتماعية. السيدة الوزيرة لم تصرف أي أموال للناس المستحقين للإعانة، ولا يوجد أموال بالمديرية بقنا مخصصة للكوارث والحوادث، لكن السيدة الوزيرة لم تصرف من سنتين الأموال التي تستحق للناس. أستاذ توفيق عبد إسماعيل. من التأبيدة يلا. ايوه باشا. لو عملت اي حاجة تانية التأبيدة التانية هتكون على ايدي. ربنا ما يجيب تأبيدة تانية يا باشا. مش عايزك تغيب عن عيني. حاضر يا باشا. دايما توريني نفسك. تحت امرك يا باشا. اعملوا له كارت. تمام يا فندم. استنى يلا. هات الظرف. وريني الظرف. وريني. غرفة ده. سلام يا باشا. منور يا تامر بيه.
الشغلانة بتاعتنا ماتت يا ابو المحاسن. دلوقتي الكمبيوتر بيعمل كل حاجة، وزي ما انت شايف كنا زمان بنطبع كتب ومجلات ونشرات، دلوقتي بقينا نعمل علب الحلاوة وكراريس العيال. ورثة المرحوم عايزين يبيعوا المطبعة. والله انت صعبان عليا، كل اللي سافروا اتنصفوا ابو المحاسن الا انت. ناس رجعت ومعاها فلوس في كراتين، وكل لوازم القباها، العربية والتلاجة والغسالة والمدعو ابو 25 بوصة، وانت رجعت بتأبيدة. نصيب، نفسي اعرف النصيب ده هيودينا لغاية فين، خصوصا ان احنا بقينا تحت رحمة اللي هيشتري المطبعة. تشرب شاي؟ ايه سرحان في ايه؟ سشوي لو اعرف مين اللي رماني في السجن 20 سنة. ولا تشغل بالك بالحاجات دي، خليك في اللي انت فيه دلوقتي. الله اعلم اللي كان ورا المصيبة بتاعتك دي فين دلوقتي، عايش ولا ميت، هنا ولا في بلاد بعيدة، فاكرك ولا نسيك. اصلك ما تعرفش الدنيا دي حصل فيها ايه في 20 سنة دول. الدنيا اتفنطت ولا 100 مرة زي الكوتشينة. ابو المحاسن اخويا من غير كسوف، انا ما عنديش مطرح ليك تبات فيه الليله، لكن هندبرها ما تخافش. الليله دي هندبرها كده على مقاسك. اللي تشوفه حاج شوقي. قول لي يا شوقي، كلمه حاج دي بتكبرني في السجن. بقول لك ايه يا اخويا، اوعى تكون فاكر ان انا مش عايز اضايقك في البيت. لا، بس انا عندي البيت مليان كومبليه، يعني العيال مليين. لا انا عارف طبعا حاج شوقي، كلك واجب. اتفضل. يلا هانت اخويا اهو. هوبا. تعالى تعالى، اتفضل اخويا، خش. السلام عليكم يا معلم فرغالي. وعليكم السلام، اتفضلوا. الله يخليك، اقعد ارتاح. طيب ما بقتش مستحمل الايام دي ولا ايه يا استاذ شاوي؟ والله الجد ما عدتش تستحمل الدعكه يا معلم فرغالي. الاخ احمد، احمد ابو المحاسن. ماله؟ عايز ينام. اللون بتاعه ايه؟ لا ملوش لون خالص، واذا كان له لون يبقى ابيض. عدم المؤاخذة، أصله لسه خارج من السجن النهاردة ومسدد حق الحكومة والمجتمع وكل شيء، والفاتورة بتاعته خالصة وعليها الختم. ده أول ليلة بره السجن. أيوة معلم. بس كده ينام وياخد راحته ويتعشى كمان. كل يا خينا. كتر خيرك يا معلم، احنا كلنا لقمة بره. خلاص يا استشاو، شوف مصلحتك انت ومالكش دعوة بيه. الزبالة اللي بتتحرق هنا هي اللي بتسخن ميه الحمام، والتراب السخن هو اللي بيدمس الفول. وعلى فكره هنا هتصحى بالليل وتنام بالنهار، ما انت تلاقيك زهقت من نوم الليل من كتر ما نمت في اللومان. وبعدين ايه، دي مش شغلانه شريفه وبس، ده انت كمان هيكون لك دور مهم في الامن الغذائي. يا سلام. امال ايه، يقدر الفول دي لو حصل لها مكروه نص سكان القاهرة الكبرى هيروحوا الصبح شغلهم من غير فطار. نص سكان القاهرة الكبرى؟ نص سكان القاهرة الكبرى. دي من غير مؤاخذة بقى، تبقى الشغلانة دي يعني تبع الحكومة؟ لا تبع أنا. دي هتبقى شغلتك لو حبيت. زي ما أنت شايف الراجل بقى خردة وهيقع من طوله ويتحرق في وسط الزبالة ومحدش يحس بيه. قلت إيه يا ابن الناس؟
يعني تخرج من كتمة الزنزانة على صهد المستود؟ مش كده، لا لا، الدنيا لازم توريك وشها، تديك ابتسامة حلوة مش أفاها. ابتسامة يا أستاذ شوقي، وبعدين أنا مش عايز غير اللقمة والنومة والهدمة. حتى من غير مؤاخذة، الهدمة ملهاش لازمة عني. يا أم سيد مش تسلمي؟ ولا نظرك ضاعت من كتر أكل البطاطس؟ انت عايزني اسلم عليك في الراحه وفي الجايه؟ بريحك يا شوقي، مفكر نفسك مين؟ سيدنا الحسين؟ كل ما نعدي نرى الفاتحه. اوه السلام مش عشاني، بربشي كده بعينك شوفي مين لاعب جنبي. مين ام سيد يا استاذ شوقي؟ دي خطيبتك عليا بنت الحاجه اماره. عليا وكتاب الله هي، واللي معاها دول ولادها من جوزها نمره اتنين. وايه اللي عمل فيها كده؟ دي كانت من غير مؤاخذة كانت. انت ليك اللي قدامك بس يابا، لو كان على اللي كان ما كانش الحال بقى الحال، اتغيرنا وتهنا عن بعض. تساوي كام باسعار الايام دي؟ احمد حبيب ابو المحاسن. ما اقدرش اتكلم معاك وانت بالمنظر ده. يلا 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 يلا. عاوز حد في الحمام غيري انا وهو بس؟ احنا نخل المنطقه كلها لو مش عاوز. يا احمد استريح، خد راحتك على الاخر، ما تعملش اي تكليف. بس اعرف يعني لو سمحت، يعني مين حضرتك؟ مصباح علاء الدين. الفانوس؟ فانوس ايه الفانوس ده؟ كان زمان ايام الحواديت، دلوقتي مصباح علاء الدين بقى بني ادم، وانا جاي اقول لك شبيك لبيك. عفريت؟ يعني حضرتك عفريت؟ عفريت ايه بس يا اخ احمد؟ اقعد اقعد استريح، انا بني ادم قدامك اهو. اقعد. قول لي يا اخ احمد، انت اخدت مؤبد ليه؟ ظلم. انا عارف انك مظلوم. حضرتك في الحكومة؟ ولا يمكن تكون حضرتك يعني من بتوع الجرايد؟ خلاص يا باشا، أنا نفذت المؤبد من غير ما ينقص دقيقة. الحكاية كلها من غير مؤاخذة يعني بقت متساوية، ظالم مظلوم ما تفرقش. عندنا تفرق كتير يا أخ أحمد. قول لي أنت أخدت التأبيدة إزاي؟ يا باشا أنا معايا دبلوم صنايع اسمه طباعة، وبعفي من الجيش عشان وحيد والديه، قلت اسافر اشتغل بره عشان اكون نفسي. رحت لبنان من غير مؤاخذه يعني، كان فيها قلق ما توفقتش، كان من غير مؤاخذه يعني اللي جاي على قد اللي رايح. قلت ارجع، وانا في مطار بيروت اشتريت من السوق الحره ازازه ويسكي وكيس فستق
عشان بغير مؤاخذه يعني اعمل قعده لاصحابي اللي هيسلموا عليا بعد ما ارجع من السفر. صاحب واجب. في الجمرك بتاعنا سالوني معاك ايه؟ قلت الشنط فيها هدومي ومن غير غسيل. قالوا طب الشنطه البلاستيك دي فيها ايه؟ قلت لهم ازازه ويسكي وكيس فستق. الكشاف مد ايده طلع ازازه الويسكي في علبتها وطلع كيس بس مش فستق، هيروين. ازاي الفستق يبقى هيروين؟ دي اللي مش قادر اعرفها لغايه دلوقتي يا سعاده الباشا. لغز كبير ومش عارف احله. لا لغز ولا حاجه. اقعد خليك مستريح. انت بس تحمد ربنا ان وقعك في ايد ناس محترمين ما يحبوش الظلم ابدا، يخافوا ربنا ويحبوا الامان ويحافظوا على حقوق الناس كويس قوي. كيس الهيروين اللي اتمسك معاك ده بتاعنا. الكيس اتصادر يا باشا من غير مؤاخذه، ولو كنت سعادتك عايزه كنت خدته من الحكومه. انا طالع من السجن على حالتي دي. انت مش فاهمني، كيس هيروين ايه اللي هندور عليه بعد 20 سنه؟ الحكايه كان لها ترتيب كبير قوي يا احمد. فاكر وانت في سنه السفر في مطار بيروت لما قعدت جنبك بنت حلوه لابسه ميكرو جيب وانت قعدت تبص عليها علشان رجليها حلوه؟ دي من غير مؤاخذه كانت اخر رجلين حريمي اشوفها من 20 سنه، عشان كده من غير مؤاخذه مش ممكن اقدر انساها ابدا. اهي البنت دي هي اللي غيرت الشنط، كان معاها شنطه بلاستيك شبه اللي معاك بالظبط. طب ليه الهيروين بتاعكم ضاع عليكم ولا دخلت اللوبال؟ ما هو انت لما اتمسكت بكيس الهيروين المباحث والجمارك فرحوا بيك، اتلمخوا معاك، وفي وسط الهيصه دي فاتت شنطه تانيه فيها 15 كيس هيروين. هي نظريه بسيطه، اصطاد سمك بسمك. وحضرتك هو مش حضرتي، انا مجرد موظف وجاي اسوي معاك المساله بشكل عادل. المؤسسه بتاعتي اعتبرتك شريك بنسبه من يوم ما دخلت السجن لغايه يوم الافراج عنك، وحصتك استثمرناها في المشاريع بتاعتنا، وانت كان حظك عالي قوي، مفيش مشروع دخلت فيه فلوسك الا وكان مكسبه عالي جدا. يعني لك في ذمتنا حوالي 7 مليون جنيه وشويه فك. مش مصدق. صدق ازاي بس يا باشا؟ هو ده من غير مؤاخذه يعني كلام يدخل دماغ حد عاقل؟ بسيطة. لما الفلوس تبقى في ايدك اقعد اقعد. ضروري هتصدق. برضه مش هصدق. انت مش عاوز تصدق ليه؟ هو من غير مؤاخذة يعني الحداية بتلبك كتاكيت يا باشا. 7 مليون لو 7000 اصدق. 70000 اقول عليكم مجانين. لكن 7 مليون ومن غير ما اطلب؟ احنا ما نحبش حد يطالبنا يا اخ ابو المحاسن. ده غير كمان اللي ما اعرفكمش. ومين قال لك ان احنا عاوزينك تعرفنا؟ احنا ناس عندنا مسل ومبادئ بنحافظ عليها، وده سر نجاحنا. احنا ما بنظلمش حد. انا بس من غير مؤاخذه انا اتظلمت. انت مش كنت مسافر بيروت علشان تشتغل وتحوش لك قرشين؟ طب انا بسعادتك خلاص اعتبر نفسك سافرت بيروت ال 20 سنه اللي فاتوا واشتغلت ورجعت ب 7 مليون جنيه. بس من غير مؤاخذه بقى بيروت حاجه والسجن حاجه تانيه. العبره بالنتائج يا اخ ابو المحاسن، والنتيجه ان معاك 7 مليون. يعني اللي في ايده 7 مليون ما بيدورش هو راح فين ولا جه منين علشان يبقوا في ايده. ايوه بص الفلوس دي كتير قوي يا سعاده الباشا، يعني متهيألي كده من كترهم كده هتبقى بايخه. لا هي مش بايخه، هي مشكله. على العموم فلوسك موجودة عندنا ممكن تستلمها أي وقت وكاش. طب ليه يا باشا؟ بدر أمان. خليها من غير مؤاخذة كده يعني أمانة عندكم، ده أنتوا بتوع الأمانة كلها، وأنا من غير مؤاخذة يعني كل ما احتاج أطلب. وأنا من غير مؤاخذة مش معاكم. معانا تعمل إيه؟ أنت زي الرصاصة تتضرب مرة واحدة، والمظروف الفارغ ملوش لازمة. أنت هتاخد مستحقاتك من غير ما تعرفنا ولا نعرفك، وإذا فكرت في يوم تعرف احنا مين او فين اعتبر نفسك راجل ميت. سعادة الباشا هو سعادتك مصعبة كده ليه؟ هو من غير مؤاخذة عن 7 مليون جنيه دول ورقة ب10 هطبقها واحطها في جيبي. خلاص اجر لك مخزن. اجر مخزن احط فيه فلوس؟ حطهم لي في بنك. بنك؟ تفتكر يا اخ احمد صعلوك زيك لسه خارج من السجن لما يروح يحط فلوس في بنك ايه اللي هيحصل؟
هيقولوا لك من اين لك هذا. مش انا انتوا احنا مين؟ لازم تعرف ان دي اول واخر مره هتشوفني فيها. يا باشا الحكومه هتقول لي من اين لك هذا عشان 1000 جنيه ماسك نفسه. وبعدين بخير مؤاخذه يعني ده بقى عيب واستهتار بالنعمه لما الواحد يحط فلوسه في مخزن. اشتري لك خزنه. احطها فين الخزنه؟ دول 7 مليون جنيه تسعهم اي خزنه. يا باشا انا لسه خارج من السجن مش عارف الدنيا فيها ايه ولا ماشيه ازاي. يا ريت من غير مؤاخذه يعني تسهل لي الامور شويه. من غير مؤاخذه يعني ايه فايده انك تديني عربيه وانا مش عارف اسوقها؟ تديني كتاب وانت عارف اني ما بعرفش اقرا. منطق سليم. انت صح يا اخ ابو المحاسن، انت حقوقك عندنا مش ماديه وبس، لا معنويه كمان، واحنا لازم نساعدك. احنا هندي لك اللي يسوق لك العربيه واللي يقرا لك الكتاب لغايه انت ما تتعلم تسوق وتقرا. لكن قول لي بقى انت ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ اوه ده سؤال يا باشا. ده انا كنت فاكر ان مخ حضرتك اكبر من كده. احلى 20 سنه من عمري ضاعوا جوه السجن. ابقى ناوي على ايه؟ هفتح على الاخر. كل اللي ما عرفتوش لازم اعرفه، وكل اللي ما عملتوش لازم اعمله، وكل اللي ما شفتوش لازم اشوفه. ناوي تدخل سوق المتعب؟ عاوز السوق كله، الغالي والرخيص فيه كله. بالتوفيق. بس زي ما اتفقنا ادم كان هيعيش في الجنه خالد مخلد على شرط واحد، ما ياكلش من شجره التفاح. الله يرحمه احسن اليه، كلبنا نزل الارض. احنا جنتنا برضو ليها شرط واحد، اوعى في يوم من الايام تفكر احنا مين او فين. يا باشا من غير مؤاخذه يعني، وانا انا كنت اعرفكم في الاول، لما هعرفكم في الاخر. معلش احنا بنعمل حساب كل حاجه، ما بنسيبش حاجه للصدفه. يا باشا اعتبر الموضوع ده يعني مفروغ منه يعني. على العموم احنا هنبعت لك حد يدير امورك لغايه ما تعرف انت تديرها بنفسك. المندلين دول تحطهم في جيبك علشان تتعرف بيهم، وتنفذ كويس قوي التعليمات اللي في الورقه دي. اسمع عنك كل خير يا اخ احمد. اسمع عنك كل خير يا باشا. انا بتشاف مره واحده بس، اللي بيشوفني تاني محدش بيشوفه بعد كده. يعني لو شفتني مره تانيه لازم تعرف اني جاي اقتلك. ايه العبارة؟ بعد كبريت يا معلم. من غير ما اخذ معلم فرغلي، الباشا اللي كان هنا انس ولا جن؟ انس. شفت بطاقته؟ شفت فلوسه؟ فهمني ايه العبارة؟ عشان افيدك لو عايز تستفيد. العبارة يا معلم فرغلي انك هتشوف حد غيري يشتغل عندك في المستوقع. رابع الحي 7 طيران.
ابو المحاسن بيه تسمع مزيكا؟ بس تكون حاجة على مزاجك يعني. اوكي. عربي ولا اجنبي؟ انا ما اعرفش حاجة غير العربي. اغنية ايه؟ ظلموه. للأسف مش موجودة معايا. دي اغنيه مشهوره قوي لعبد الحليم حافظ. بس حلوه. هي حلوه. ظلموه ظلموه القلب الخالي ظلموه يا سلام نسيوه وفاتوه وارتاحوا لما ظلموه يا سلام عيني عيني وعدوه زوروه وتريهم قبل ما نسيوه من غير مؤاخذة ظلموه ظلموه ولا يهمك. ها الناس دي كلها هنا في خدمتك شغالين عندك يعني. سبحان المعز المذل. اهلا اهلا احمد باشا. على اذني مع حضرتك. انا في خدمتك من دلوقتي لغايه ما تقول لي مع السلامه. ريهام الشنط. اتفضل يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا باشا. اتفضل حضرتك. اتفضل يا باشا. شرفت يا احمد باشا. اتفضل سعادتك. اتفضل يا باشا من هنا. اتفضل سعادتك. اهلا بيك يا احمد باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل سعادتك. شرفتنا يا احمد باشا. اتفضل يا احمد باشا. اتفضل سعادتك يا فندم. اتفضل يا باشا. اتفضل حضرتك من هنا. احنا فين؟ سيادتك اطمن على الاخر. احنا هنا لمدة 5 ايام بس. بعد كده هتكون في بيتك. هيكون لي بيت؟ شقة تحفة. هتكون جاهزة للمعيشة بعد 5 ايام بالظبط. الباشا يبقى مين؟ علاء الزين. ايوه دي انا عارفها. انا قصدي اقول يعني انت ايه عشان بس ابقى عارف يعني. انا زي ما انت عاوزني. يا حبيبتي صلي.
افرش لك سجادة الصلاة واصلي وراك عشان تكون انت الامام، ولو حبيت تحج او تعمل عمرة هحفظك المناسك واكون انا المرافق بتاعك، اما لو حبيت تسكر اجيب لك احسن نوع خمرة واشرب في صحتك، ولو حبيت واحدة سيد تقضي معاه وقت لطيف ظريف وماله اجيبها لغاية عندك والنوع اللي على مزاجك. من الاساس في شغلي اني ما اقولش لا. اوكي يا باشا. في زيك كتير ولا عدم المؤاخذة يعني حضرتك بس في المجال ده؟ اصحاب التخصصات النادرة دايما مش كتير. على فكرة انا باخد 10,000 جنيه في الشهر وبشتغل عندك من النهاردة. 10,000 جنيه هي دي فلوس يا راجل؟ ده انت ظالم نفسك. لا حول ولا قوة الا بالله. عدم المؤاخذة ممكن اروح الدورة؟ الدورة؟ دورة المية. اتفضل اتفضل حضرتك من هنا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا احمد باشا. اتفضل يا باشا. فلوسك يا احمد باشا. الكراتين دي مليانه فلوس. 745 رزمه، كل رزمه ب 100 ورقه، والورقه ب 100 جنيه، ده طبعا غير 20 رزمه بره الكراتين، يعني عشان نصرف منهم. تحب تتفرج سعادتك؟ ما يجراش. ايه ده؟ انت شايل مطوه؟ يعني احيانا بيبقى ليها لازمه زي ما انت شايف كده. الفلوس ليها سحر. اوعى بس تكون الفلوس دي مضروبه. حكمنا في الاصل فن طباعه. وافهم يعني في المسائل دي. مستحيل يا باشا، شوف بنفسك وتأكد. سليمة، بقول لك ايه؟ أنا عاوز سجاير. أنا لا 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 لا، أنا عاوز سجاير كتير كتير قوي من كل الأنواع. عاوزك تجيب لي من أول السمسون الأرضي لغاية السيجارة البيضة الطويلة اللي عاملة زي العروسة. عاوز كل الأنواع وكل الماركات. هي دي الفلوس في السجن. الفلوس هي السجاير. ما تنسى يا باشا. نفذ يا محترم. أوامرك يا باشا. أنت قلت لي بقى إن في فلوس فكة بره بنصرف منها. تمام. طب يا ريت بقى ترجع اللي أنت طلعته وتقفل الكرتونة كويس. ورانا إيه تاني؟ ورانا شغل كتير قوي. على بركة الله. Thank you.
دول اصحابي. احسن ناس يا باشا. دول خلاص الناس اللي عرفتهم طول 20 سنة سجن. يا سلام. ناس ما تلاقيش زيهم برة. الله يمسيهم بخير بقى. كان يؤذوني قوي وكنت عزهم. يا عيني. يا عيني على الدنيا. شايف. عارف مين ده؟ ظابط. لا ظابط ايه؟ مش اي ظابط. ده احسن مأمور سجن شفته. سعادة الباشا مرسي باشتك. كان لما يطلع من مكتبه ويمشي في السجن المساجين كلها يجي لها رعب كأنه زلزال. أي والله كان مرعب. الله يمسيه بالخير إذا كان عايش. والله يرحمه بقى إذا كان ميت. لا بس ده عايش بيتهيألي الموت يعمل له ألف حساب. السلام. يا عيني يا عيني. شايف شايف سيادة اللواء تكروري. بس ده مش لواء. لا لواء لواء. ولعلمك بقى اللواءات اللي بحق وحقيقي واللي على كتافهم النجوم والسيوف والمقصات دول كان يخافوا منه. كلمته كانت تمشي على التخين. المساجين كلها شوف المساجين كلها بما فيهم قتالين القتلة كانوا يتحركوا بإشارة من صباعه. لازم كان غني يرش على المساجين والحراس. لا كان مفتري. ما شفتش حد مفتري زيه. كان من غير مؤاخذه يعني اي مسجون جديد يخش من غير مؤاخذه يعني كان لازم يعملها معاه العامله السودة يعني. تطلع ايه بقى العامله السودة دي؟ لا ما انا عايزك تصحصح معايا كده وتفهمني بسرعه علشان ما اقدرش افسر اكتر من كده. بقول لك العامله السودة. اوكي اوكي فهمت خلاص فهمت. وما كانش يعتق. كان جبار ما عتقش حد لا كبير ولا صغير لا سليم ولا عيان. من غير مؤاخذة يعني ما كانش يعمل العملية دي من غير مؤاخذة يعني مزاج ولا متعة. لا كان من غير مؤاخذة يعني يعملها كسر نفس عشان يكسر النفوس. وحتى حضرتك؟ لا انا لا انا دفعت. ازاي يعني دفعت عن نفسك؟ ضربته؟ اضرب مين يابا؟ بقول لك ده كان حدوتة. حد حش عنك؟ محدش يتجرأ انه يحوش. يبقى صعبت عليه؟ ملوش قلب مفتري ما يعرفش حاجة اسمها رحمة. امال انت نفدت منه ازاي؟ معجزه معجزه من السماء. مات قبل ما يقرب منك؟ مات. مات ازاي اذا كان لسه عايش؟ كل الحكايه يا سيدي انه قال لي اقلع يالي. ما قلعتش تنحت وعقلي راح مني. قال لي رجالته قلعوه قلعوني وكتفوني. حسيت بيه بقى وهو بيقرب مني. هنا بقى حصلت المعجزة. عملتها على روحي. عملتها على روحي. عملت إسهال غرق الدنيا غرق الدنيا. فضلوا يضربوا فيا لغاية ما أغمى علي. بعد كده بقى قدرني واحترمني وقربني منه وشغلني خدامه الخصوصي. والله شغلني خدامه الخصوصي. وأصله أمن من المعجزة. قال لي يا دي أحمد يا أنت انت فيك حاجة رباني. هو لسه في السجن؟ لا خرج خد عفو. الظاهر انهم كانوا عايزين يخلصوا منه ما لقيوش غير انهم يدوه عفو. والله ده بقى الصلعة تريس. عايزين ننسى العالم دول. انت عايز الصور دي تاني؟ امال دول عشرة عمر وليا معاهم ذكريات. بعد اذن حضرتك على فكرة عايزين نحطهم في البوم شيك ومحترم. بقى الحاجات دي هنا. ايوه كلمة تانية يعني. ميرسي. من غير مؤاخذة يعني الحاجات دي لمين؟
اسم الله على بابك بقى ايه دي؟ دي بقى قائمة الطعام عشان تختار الاكل اللي انت عايزه. اختار؟ انا عمري ما اخترت اكل ايه. انا متعود دايما اكل الاكل اللي اتحط قدامي مهما كان. هو النهارده ايه؟ التلات يا باشا. التلات؟ ايه بقى هتقول لي اكل العشاء بتاع يوم التلات؟ تورلي. تورلي بس تكون معاها حته لحمه كبيره كده وسكينه ملبسه. امرك يا باشا. خلاص تورلي باللحمه. ولحمه كبيره ملبسه. عاوز مين؟ الفطار بتاع الجست. مين الجست ده؟ انا اللي ساكن هنا وما اسميش جست. انا اسمي احمد وما طلبتش فطار. الفطار مطلوب من بالليل ساعتك علاء بيه الزيني. علاء بيه الزيني. يعني في ناس بتفطر الفطار ده كل يوم؟ كل اللي هنا بيفطروا كده. يا سلام. والفطار ده بقى جامد يعني بيشبع كده ويرم ويصمت في البطن ولا انت ساعتك مزاجك رايق قوي. كل معده وليها اللي يناسبها يا باشا. الله انت جبت الفايده فعلا. كل معده وليها اللي يناسبها. يلا جر العربيه بتاعتك انا فطرت بره. خد افطر انت. رأي سعادتك ايه؟ اظن تحفه. يا ايه دي اللي تحفه؟ الشقه سعادتك. ده مش عجباني. من غير مؤاخذه زي اللوكاندا اللي انا فيها مش حلوه. انا رايي سيادتك تشوفها مره تانية بعد اللمسات الاخيره. وبعدين دي احدى الصيحه في ديكور الشقه. ودايما الحاجه لما بتكون جديده بتكون غريبه شويه على الواحد. اول ما تعيش فيها هتحبها. لا اقدر اعيش فيها ولا اقدر احبها. اصلي مش مبسوط في اللوكاندا. يبقى من غير مؤاخذه يعني هنبسط هنا ازاي؟ خلاص الكلام اللي قال عليه الباشا هو الصح. باش مهندسة كملي زي ما اتفقنا بالظبط. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك. الف مبروك. انا برايي ان ده يكون اول استثمار ليك في مصر. احنا نكملها وبين نستنى عليها شهر اثنين ثلاثة وبين نبيعها هنكسب فيها نص مليون جنيه. نص مليون جنيه بس؟ وجايز اكتر. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كاس العالم في جيلاتي. اتفضلوا. طعمه اتغير عن زمان مش كده؟
انا ما اعرفش طعمه زمان، اعرف طعمه دلوقتي بس. اه ما وعيتيش انت اصلك على ايام الدندرمه، ده كان حتى ليها غنوه الراديو بيزعها. تقول لك ايه بقى؟ دو 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 الدندرمة مصنوعة بإيد توفيق الدندرمة. دو دو أيوة دو 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 الدندرمة مصنوعة بإيد توفيق الدندرمة. دو دو بتاع ده ماسخ، ماسخ زي الست دي بالظبط. دي ملكة جمال النرويج، دي جاية تقضي هنا إجازة تحت الشمس. يا راجل دي ملكة جمال دي؟ بقول لي الاول يعجبك النوع ده؟ وافرض عجبني هعمل ايه يعني؟ انت تعمل كده؟ ما هي المصيبه، المصيبه اني مش عارف اعمل كده، مش دافعه معايا، مش عارف ليه. من غير ما تعمل كده قول لي بس طلباتك ايه؟ ما هتقدر تنفذ؟ طبعا. انت؟ ايوه انا ما اداش ليه يعني؟ ايوه اصلها شغلانه مش هي، شغلانه من غير مؤاخذه يعني بتعر صاحبها. ده شغل يا باشا. ايوه بس اللي بيشتغلوه حالتهم وعبر جوه السجن، ما لهمش احترام خالص. وانا من غير مؤاخذه يعني كنت عاوزك محترم. شكرا على تقديرك ليا. قول لي بس طلباتك والكمبيوتر هيعمل كل حاجه. كمبيوتر؟ كلام ايه الفارغ ده؟ اوعى تكون ناوي تجيب لي ست كاوتش بال بتنفخه واشتغلوا بطاريه. هستدي راحه السجن. اوه كل زلازل الاكابر فيها. المعلم عسعوس بتاع الحشيش جاب اربعه ومسميهم على اسامي نسوانه. من غير مؤاخذه يعني اي معلم يطلب منه واحده سلف يقول له جرى جدع جرى جدع، هو في حد يسلف واحده من حريمه؟ لا يا عم لا، انا عايز حاجه حقيقي، حاجه كده لحم ودم. احمد باشا بس قول على طلباتك وخلاص. تكون عشريه كده ونخشه. اه بيضه قشطه قشطه قشطه. تكون طريه طريه كده، مش ناشفه. ولا مؤاخذه يعني من غير مؤاخذه يعني مليانه من تحت. ايوه لون الشعر اسود يعني، لا طويل ولا قصير، يكون كده ايه دلوعه. ادلع دلع كده. ها ادلع دلع دلع. ها في حاجه تاني؟ لا كده كويس قوي. بعمل يعني لو احتاجنا اي حاجه زياده اهو الكمبيوتر موجود، واحنا يعني هنروح من بعض فين؟ امتى يا باشا؟ الليلة. نعم يا فندم. الأنسة أحلام درويش المدهول يلاقيها فين؟ أيوة يا فندم، اسم الناس تعالي معانا ورا. هنا؟ أيوة يا فندم. الأنسة أحلام، السكرة دي بتسأل على حضرتك. عليا أنا؟ أيوة. طب هات كرسي يا سيد، شوف حضرتك هتشرب إيه. بصراحة ما عنديش حاجة تليق بمقامك. لو ما فيش داعي كمان للكرسي عشان ماشي على طول. يبقى أنا ماليش لازم بعد إذنكم. مش هنعرف نتكلم هنا. خير شغل مستعد كده ومن غير سابق معرفه. طب بصي في كافيتيريا في العماره اللي جنبنا، روح اشربي لك حاجه على ما اجيلك. انا نص ساعه واخلص وقت العمل الرسمي. ماشي. مين الحلوه المدندشه دي يا احلام؟ سكرتيره محامي كبير جايه تعرض عليا شغل بعد الظهر. قال ايه؟ بلغهم اني بكتب 30 كلمه في الدقيقه. ايه بقى الحكايه؟ في زبون كويس، ولما هو زبون كويس سبتيه ليه؟ ما عجبتوش؟ ده باين عليه مغفل. ده انت تعجب المعجبين. ايه بقى اللي ما عجبوش؟ الشكل والهيئه ولا طريقه الشغل؟ الشكل. اصلك انا فرانكه شويه. شوفي بقى يا حبه عين، الزبون اللي يقول عليكي لا انا اقول عليه لا. مش فاهم. يبقى نخليها على بلاطه. ناس بعقال ودشداشه. لا انا محافظه على نفسي، ما بحبش المرمطه، ده غير اني ما بحبش الاباحه. لا عقال ولا دشداشه ولا خواجه. انت
تحضني الواحد منهم كأنك حضنة ديك رومي من تفريشه. بعدين بيطلبوا طلبات مش من سلو بلدنا، وريحة الخمرة فايحة منهم عمال على بطال. مش خواجة ابن بلد؟ أيوه. أصيل ولا مخلط؟ لا ده أنتي أمرك غريب قوي، عاوزة إيه بالظبط؟ أنا بشتغل بشروطي، ده أنا كل حين ومين على ما طلعلي طالع. ماشي اتفضلي كملي شروط. لا عجوز ولا عيان ولا عنده كحة ولا بيشرب خمر، ويكون مؤدب يمشي حسب الأصول والشرع. ايه تاني؟ هي ساعة زمن واحدة، ما قدرش اتأخر عن الساعة 12 بالليل خالص، انا عندي اخ ما فيش ارزل منه. اللي بعد باكو وبقبض مؤدب. مش كتير؟ بسم الله على مقام، كل حاجة بقت غالية نار، اشمعنى ده اللي سعره هيثبت. ماشي ليكي طلبات تانية؟ لا اسمع طلباتك انت. الليلة الساعة 10 كويس؟ يبقى من 10 ل 11 المطرح. وكيف 5 نجوم؟ متأمن؟ على الآخر. عايزاني ألبس إيه؟ يعني على ذوقك. ده من بره، لكن من جوه برضو على ذوقك. أقبل. سم وكل بسم الله. احمد باشا الموقف صعب جدا حقيقة بالنسبة لي. خد امسك امسك الجوهرة دي. احمد باشا دقها بس عشان تفتح نفسي. امسك يا احمد باشا. قسما بالله العظيم ان ما كنتها لك كنت زعلان منك. خد يا راجل امسك. اطلب لك شوية ممبار. شوية ممبار على مزاجك كده يا معلم. من هنايا ولو فيك حلقة النوز هات لنا فردة. ماشي يا احمد باشا. لو عايز اكل شعبي اجيبه لغايه عندك، بس يكون في مكان انضف واحسن من اللي احنا فيه ده. الناس هنا بتفتح نفس بعضيها على الاكل. كم خد انت كل الكرع ده يرم عظمك. امسك ايوه ريان. معاك تسعة كام؟ برافو عليك يا ريان، ميرسي قوي قوي يا ريان. احمد باشا طلبك هيكون جاهز النهارده الساعه 10 بالظبط. كمان فضلت كوانا يا معلم. اهلا انا ابو المحاسن. ازيك؟ ازيك؟ قلقتني عليك يا راجل. تعالى اتفضل نقعد جوه شويه. اتفضل. اهلا وسهلا. أهلاً. إنما إيه الحلاوة اللي أنت فيها دي يابا؟ لابس جديد وغالي. طب إيه رأيك بقى؟ أنا مش مستريح وأنا جوه الهدوم ده بالشغل، لكن الضرورة ليها أحكام. أهلاً. اتفضل. ما تتكلم يا ابني، ده إحنا عيش وملح. يعني جماعة أصحابي كنت بخدمهم جوه السجن، لما طلعت حب يردوا الجميل معايا. وردهولك ازاي بقى يا سيدي؟ اهو زي ما انت شايف كده بالشوق، شويه شبرقه. مالهمش حق. الهدمه الجديده ومسيره الجرب والدوب، واللقمه الحلوه كلنا عارفين برضه بتروح فين. كان لازم يساعدوك عشان تقف على رجليك. عملوا اللي عليهم، عملوا اللي عليهم اصلا شوق. اذا كانت المطبعه لسه ما اتباعتش اشتريها. احمد انت مخك سليم اخويا ولا في حاجه؟ انت عارف المطبعه دي مطلوب فيها كام؟ 150,000 جنيه. عارف يعني ايه 150,000 جنيه؟ ما اعرفش، بس اشتري وباسمك ومن غير مؤاخذه، يعني الفلوس هتكون عندك بعد ساعه واحده لو عاوز. احمد يا ابو المحاسن انا عندي كم لحم، لما اشحت عليهم وانا بره السجن اهون عليا 1,000 مره لما السجن واسيب الناس تنهشوا بره. انا نضيف اصل شوقي، وحتى لو كنت وسخ من غير مؤاخذة يعني هوسخك معايا ليه؟ بقولك ايه؟ عندك بابطو زي اللي انت لابسه ده؟ عندي واحد زي هنا ولا في البيت؟ هنا بيروح يتغسل ويرجع. هاته. وبقولك ايه؟ عايزة تتكلم مع الورثة بقلب جامد، وهتروح بيتك بالليل هتلاقي الفلوس مستنياك.
يا ابن الايه. يا الساعة كام دلوقتي؟ لسه بدري. لسه بدري على ايه؟ بدري على اي حاجة. لا بجد يا الساعة كام؟ الساعة 9:30. يعني فاضل كام على الساعة 10؟ فاضل كتير قوي، نص ساعة يعني 30 دقيقة. الواحد يوصل دمنهور وهو مستريح بس بالطيارة. حلوة مشوق. نضرب طقمين كمان؟ لا 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 ليه بس؟ أنا كده استكفيت، أصل من غير مؤاخذة عندي ضرب في حتة تانية. ماشي يا ماشي يا ابو. هات يا ابني طوره هنا. أشياء ضد القانون. أخبار رياضة في حلة جديدة. أخبار سريعة. This campaign is aimed to protect these animals from being killed by human beings. Please 43. 43 and loaded, right? I'll always love you very much, Fanny. وفي نفس العام قدمت دورا من اجمل ادوارها. 5 wins for Ezra Lusk on the year, 8 podiums. He's led 79 laps. He had the opportunity. He had the whole shot. صباح الفل. لو فيها يعني قله سوء مني من غير مؤاخذة يعني اقلع الشال. الله يخرب بيت أم الكمبيوتر ده بالظبط. ده أنا لازم أشتري واحد عشان أصرف بيه أموري كلها بصراحة. يعني ده مفيش حاجة مشاية. ده أنا لو كنت نزلت أدور بنفسي على الطبيعة كنت دخت السبع دخات. اسمك إيه يا كامل الأوصاف؟ أحلام. ها؟ أحلام. أحلام المدبولي، واسم الشهرة أحلام خد الجميل. طب وانت؟ انا واقف قدامك اهو. اسمك اسمك احمد. احمد حبيب ابو المحاسن. ايه رايك؟ اعجب؟ ايه اللي تعجبي؟ ده الكمبيوتر ده اختراع عجيب. ده كله حقيقي، لحم ودمه وشعره مش قوي كده. انا ما عنديش حاجة عايرة، كله خلقة ربنا. اوعى تكون مستعجل، كلمني عن نفسك شويه الاول.
خد وقتي معايا كده في الكلام، خليك عشر عشان ناخد على بعض في الاول. طب ايه رايك ما تبتدي انت الاول وتديني فكره عنك؟ انا زي ما انت شايفني، اوعى تكون فاكرني ماشيه في السكه البطاله. امال يعني من غير مؤاخذه ماشيه في سكه اللي روحه وما رجعش؟ لا يا حبه عيني، انا بشتغل عشان اكون نفسي وبس، وبنقي وبختار. وبعدين انا صاحبه مزاج، دي البنت من سن 17 سنه بتطلب الحلال، وانا بقى عمري 30 سنه والجواز بقى سوقه يصعب على الكافر، فيه ركود وكساد. اعمل ايه؟ انقع نفسي في الميه الساقعه؟ ما ينفعش. حضن الراجل ملوش مثيل. طب دي الستات الغنيه والمتريشه بيصرفوا دم قلبهم على الرجال، احنا بقى الغلابه ما عندناش فلوس نبقشش بيها على الرجال، على الاقل اللي عايزنا يدفع لنا. يعني انت بتحوش المهر؟ لو انت الصادق، انا بحوش حصتي في الجهاز وعفش البيت. ويا سلام يا سلام بقى لو ربنا اكرمني وقدرت اشتري شقه، هي دي اللي تجيب العريس تحت رجليا. كلمني انت بقى عن نفسك شوية، انت شكلك كده محيرني. محيرك في ايه بقى؟ عايش تغيير هيئتك، عايش في عز ونعيم زي البهوات، بس من جواك مش بيه، زي ما يكون كده في حاجة تعباك، ما انتش مظبوط. لو انا غلطانة قولي قليلة الادب، ولو انا صح قولي اسم الله عليكي. أنا خارج من السجن. يا نيلك، محبوس كام سنة؟ كانت أبيدة. وحياة أمك ما هتلمسني. قاتل ولا جاسوس ولا بتاع بودرة؟ لا قاتل ولا جاسوس ولا بتاع بودرة، ده أنا ما ينفعش حتى أبقى بتاع سميد. أمال سجنوك ليه يا اسم النبي حارسك؟ أهو في ناس بتسجننا عشان الدنيا تبقى ليهم وبس، يسجنونا ويبرطعوا هما. أبوس؟ تقدر، بس اوعى تكون ما بلبح حاجه، انا احب الراجل كده يبقى خفيف خفيف. ريشه طايره هتشوفي دلوقتي، ريشه طايره. ابوس. ما قلت لك تقدر. اه بس طب ايد في النور، ما بشوفش في الضلمه. انت عايز تشوف ايه؟ اشوفك. اشوفك انت، ده انا بقالي 20 سنه ما شفتش واحده عريانه. يا ده انت جايه بعد شوقه طويله عشان خاطرك انت بس. بس انا شغلي كله بيبقى في الضلمه، دي الضلمه دي بتحوش بلاوي كتير. يا اخويا بالراحه تعالى اصبر، طب شويه. زي ما تكون كده ما انبسطتش يعني. يعني مش مهم انا، يعني المهم انت. يعني اذا كان علي انا كنت مبسوطه على الاخر. انت ما شاء الله عليك الصراحه، يعني مية مية يعني فل. أقول لك إيه؟ إيه رأيك يعني إذا كان ممكن يعني من غير مؤاخذة يعني ما هو بس لو تقول لي أنت نفسك في إيه؟ حط رجل على رجل بس كده. ارفع لي كودلا شوية. ممكن بقى
لا الشراب. افتح البلوزة. ولزومه ايه بقى اللي انت عملته ده؟ ما انت كنت كويس معايا وزي الفل. يعني 20 سنة على ده الحال غصبا عني، وزي الناس ما بتقول الطبع يغلب التطبع. بس انا اقدر اطبعك على الطبيعي. ايه دول؟ اكرامية. سجاير؟ ايه؟ قالوا لك عليا فاتحة كشك سجاير؟ لا دي مش سجاير، دي فلوس. اه فلوس، لا مؤاخذة دي فلوس السجن. اه انت ما تعرفيش غير البنكنوت. اه بجيب لك بنكنوت. هات لي بنكنوت. انت اخينا ايه راح فين؟ الباشا رئيس المباحث. عاوز الباشا في ايه؟ هو قال لي ابقى افوت عليك. ايه اصحاب؟ لا من غير مؤاخذه مراقبه. مراقبه ما تقول كده من الاول. ما انا قلت قدامي قدامي. باشا خلي ده معاك. قدامي ابو المحاسن مش كده؟ تمام يا باشا. عايش ازاي بعد ما خرجت؟ اهو لسه خفيف خفيف على اصحابي يا باشا، لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يسهل ونلاقي شغل، عشان من غير مؤاخذة يعني ما نتقلش عليهم. مش عايز مشاكل. ربنا ما يجيب مشاكل يا باشا. خدوا خلينا دفدرة المياه. تحت امرك يا فندم. وبعد كده يروح. اتفضل يا سيدي اهي. بقول لك ايه، اوعى تنظفها كويس لا يجيبك كل يوم. فين عدة الشغل؟ انا عاوز فرشة بلاط ومن غير مؤاخذة لو في صابونة يبقى فضل ونعمة. صابونة؟ ايه النظافه دي كلها يا عم؟ في ناس ما بتحبش تسمع النصيحه، يا اما انت غاوي تعذب نفسك. يعني هي نظيفه كده من غير مؤاخذه؟ عارفه هي جديده ما كانتش بالنظافه دي. اصلها مش عاجباني. انت اللي مش عاجبني.
في حاجة في دماغك فهمني. انت زفت، انت عطران يا تنبل. اصحى اصحى، النهار طلع. ايه الاسم متوى؟ انا سبتك تنام انسانية مني. كتر الف خيرك. اهو ده اللي انا واخده منك، كل اللي بيجي هنا ما بيعرفوش يناموا الا انت، نمت زي الحمار. اصحى بقى اصحى. ازيك يا احمد باشا؟ ايه ده ايه ده؟ ليه سعادتك قاعد في الضلمه؟ من فضلك افتح الستاير يلا. وشك رايق قوي النهارده، واضح انك نمت كويس جدا. طبعا، ما البنت كمان ظريفه خالص وسكسي. الفلوس وصلت للحاج شوقي واستلم المطبعه. الليله دي هتكون اخر ليله ليا في اللوكاندا، انا مش مستريح هنا. اي حاجه مش مريحاك تتغير على طول. مش عارف انا، ولو عيني غفلت شويه الكوابيس بتهجم عليا. بسيطه، نمشي من هنا يا باشا خالص، نشوف لوكاندا تانية، شقه تانية، زي ما سعادتك عايز. انا اللي هشوف، انا اللي اختار الحته اللي هنام فيها. احمد باشا انت تؤمر واحنا علينا التنفيذ في الحال. انا عايز سكن مريح ويكون على كيف انا بصراحه بقى. السكن ده حريه، وانا احب اعيش بحريتي. غير مؤاخذة كده، انا عايز كده دار دوار، بس يكون في مكان بعيد وهادي، تكون شبابيكه كده صغيرة وعالية، ويكون واسع واسع قوي، ويسع ناس كتير. الكمبيوتر بتاعك ده بغير مؤاخذه معجزه زي اللي في خيالك بالظبط. استنى سعادتك بس لما نظبطه كده على مزاجنا، قصدي على مزاج سعادتك. على فكره انا عندي مهندس ديكور الاماكن زي دي تحفه، ومهندس الارض مفيش زيه. لا 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 لا، مالكش دعوه انت بالمشروع ده خالص. ليه بس؟ انا عارف مين اللي ظبطه. انت الاول اشتري تحت امرك، وبعد ما تخلص اجراءات الشراء انا عايز الباشا، الباشا الكبير سيادة اللواء مرسي بشتك. يا احمد عايزه. شوف اخويا، احنا اخوات صحيح، لكن بصريح العباره كده يعني ما تاخذنيش يعني. الله 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 الله، غرق شو انت الحروف بتاعتك اتاكلت ولا ايه؟ مش فاهم حاجة وخايف. لو اديك في داهية، دي حاجاتي ومحتاجاتي يا شوقي. أنا هنام هنا في المطبعة لغاية لما بدمر مطرح هنام فيه. اطمن يا شوقي، الشنط والكراتين دي لو فيها حاجة تودي السجن ما كنتش هنام جنبها. طب والعربيات القباها والناس الفخمة دي؟ دول الناس اللي خدمتهم في السجن، ومن غير مؤاخذة يعني بيكرموني. حمشاوي. أيوه. ودي الحاجات دي فين؟ افتحوا المخزن، طلعوا الكرتون بره، ودخل الحاجات دي مطرحها. ماشي يا حاج. يلا خد ابو المحاسن، دي كومبياله بقيمه فلوس المطبعه، تخليص حق لحد ما اعرف اخر بحورك ايه.
يطلع مين ده اللي عاوزني؟ انا كان عندي سياسيين اصحاب مراكز واصحاب ملايين ومسؤولين كبار وقتالين قتله وقوادين سكر ساعتها من غير كان الواحد منهم عشان يقابلني يدخل زاحف ركع على ركب. سعاده الباشا هو عايز يشوفك، بس انت مثله الاعلى ومبهور بيك، وصورتك اهم صوره في الالبوم بتاعه، والمقابله دي فيها مصلحه لسعادتك. اسمه ايه قلت لي؟ احمد حبيب ابو المحاسن. لازم نكره حشره من حشرات السجن، ولا على بالي خالص. هو ما جراش حاجه لما نشوفه، قول له اتفضل يجي اتفرج على العرض بتاعنا وبعدين نتكلم. يا باشا ما ينفعش يحضر العرض، اولا ملوش في المزيكا، ثانيا ما بيحبش يلبس كرافات. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتتفضل وتتكرم وتشرف عندنا. يبقى الصبح بدري، الموظفين انا ما بيجوش قبل 11 12، انا بصحى من نجمه. الو، ايوه يا علاء، بالذمه ايه يعني؟ قابلت باشتك باشا؟ عرفت تعتر عليه؟ واخباره ايه؟ زيه كده وزي صحته؟ يا ترى يعني لسه جديد زي ما هو ولا ايه؟ وماله فيها ايه يعني لما تكون المقابله الساعه 7 الصبح؟ كتر خيرك علاء باشا، تصبح على خير يا ابن الاصول. لسه شديد وعافي وغتت، الحمد لله الزمن ما هدوش. افتكرتك. ايوه كده باشا، انا قلت لسيادتك من غير مؤاخذه يعني لا يمكن تنساني. انت كنت عجين السجن؟ ايوه باشا. تعرف يعني ايه عجين السجن يا اخ؟ لا والله يا فندم الحقيقه ما عنديش اي فكره. المساجين نوعين، نوع متوحش ونوع مستأنس، ناس منهم صخر وناس عجين، دول عايشين ودول عايشين. الصنف الاولاني بيحمي نفسه بقوته، والنوع التاني باستسلامه. ابو المحاسن كان مستأنس في السجن، كان حته عجين. هنعمل ايه بس يا باشا؟ الواحد قضاها سنين من غير مؤاخذه يعني، كل ما تيجي ريح قطعت راسي. انا فاكر انك كنت احسن مسجون بينظف دورته الميه. والجزمه المراقبه طويله بتاعت سيادتك من غير مؤاخذه يعني، حد كان بيعرف يلبحها زيي؟ الحقيقه يا ابو المحاسن انت كنت مسجون مثالي، وانا كنت بدلعك. يا باشا الباشا، والله علاء باشا، الباشا كانت ايامه احلى ايام، احلى ايام. احمد باشا عاوز سعادتك معاه. مين احمد باشا؟ احمد باشا ابو المحاسن اللي قاعد قدام حضرتك. هو بقى باشا؟ ايوه. اسمع اخينا، بشوات الفلوس دول ولا ليهم قيمه عندي؟ انا لولا انكم ضيوفي كنت ضربتكم بالجزمه. عايز اشتغل عندك انت مسجون عجينه؟ خلاص بقينا ملطشه. يكون في علمك انت اهو، فلوس المخدرات والقروض عمرها ما بتعمل بشوات. استنى بس يا باشا، مش قوي كده يا باشا. احمد باشا عنده مشروع كبير جدا، ولثقته فيك عايزك تكون انت المسؤول عنه. الراجل عامل لك قيمه كبيره، انت كمان لازم تتعامل معاه بنفس الطريقه. مرتب حضرتك كام في الاوبرا؟ 800 جنيه عند احمد باشا هيكون 3000 جنيه في الشهر. سوري، سامحوني، انا ساعات بنفعل، لكن هي شغلانه ايه بالظبط؟ هتعجبك قوي يا باشا، انا مستعد افهم سعادتك كل حاجه بغير مؤاخذه يعني لو سمحت لي. كابتن علاء، الالبون للباشا. تحت امرك يا احمد باشا، اتفضل يا فندم. عارف يا باشا، بغير مؤاخذه يعني لما سعادتك تشوف الالبوم ده هتفتكر احلى ايامك. فر فيه شويه هتلاقي نفسك مبسوط على الاخر. اه
اشكال مش غريبه عليا. ها الشغلانة دي يلزمها حصان. وماله يا باشا؟ نجيب حصان. يبقى اتفقنا. أحلام زينهم، الحمد لله على السلامة يا زينهم. ده زينهم ابن خالتي، كان مسافر الخليج وربنا أكرمنا ورجع الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. نورت في بلدك يا أستاذ. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. راحتك في بلدك يا أخويا، ما حدش بياخد من الغربة غير الوكسة. تعال تعال اقعد اقعد على ما تشرب الشاي، يكون بس خلصت المذكرة اللي في إيدي عشان أنزل معاك. اتجوزك اعمل بيك ايه؟ انت عايز عروسه تتفرج عليها، روح هات لك شريط فيديو هتلاقي فيه كل الاوضاع. ايه فايده انك تكلف نفسك من غير لازمه؟ انا حبيتك قوي. انا كمان عايز احبك، بس مفيش في الدنيا ست عاقله وعندها مخ ممكن تحب راجل بيتفرج عليها وهي بتعري حته وتغطي حته. حسره عليا يعني؟ من غير مؤاخذه يعني مسيرنا نرجع لوضعنا الطبيعي. اللي اتطبع على حاجه لمده 20 سنه ممكن يغيرها بعد كام سنة؟ يعني سنة اتنين بالكتير قوي، يعني تلاتة. تلاتة؟ يا لهوي، هو العمر فيه كام تلاتة؟ انا بكتيره اتحمل شهر اقول زبون ويعدي، انما اتحمل العمر كله ده انا كنت اتصف بدني. لا حبيبي، انا عايز اتجوز راجل طبيعي. شوفي انتي حقك هتاخديه وزيادة، وانا من غير مؤاخذة يعني هاخد حقي بالطريقة اللي تعجبني لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يصلح الاحوال ونرجع لطبيعينا وطبيعتنا. وانا ايش عرفني السجن بلاك بايه تاني؟ ده الجواز عشره. صدقيني مفيش حد في الدنيا هيسعدك قدي بالفلوس، مش كده؟ وحسن المعامله. انا يوم ما هبقى على ذمه راجل هكون اشرف ست واجمل ست واخلص ست واحسن ام واكتر ست تسعد راجل. بس اللي عايز يسعد يا ابو المحاسن لازم هو كمان يسعد غيره. كل واحد جواه الجرح بتاعه. انا واحده غيري كانت اتجوزتك وعاشت نايمه فوق فلوس، بس الدنيا مش فلوس. انا عايز اعيش دنيتي حلوه يوم ومره يوم، طعمه ليله مسخه ليله، مره ارقص في فرح، مره الطم في جنازه. عايزه طعم الدنيا مش طعم السجن اللي انت كنت عايش فيه. Thank you.
اتفضل شد لي وقتك قول. اتفضلوا يا رجاله يا رجاله يلا يلا واقف يلا يا رجاله. اتحرك يا حبيب منك ليه؟ احنا في جنينه ولا في جنينه؟ بقول لك ايه عديك على موتك؟ تمام التمام حصل على الريس. ماشي يا سيادة اللواء. مساجين جلوس اقعد اقعد. اللي مش عارفني يتقدم خطوه لقدام. اللي مش عارف الباشا يقدم خطوه اتحرك. تسألوا زمايلكم مين اللي هو مرسي باشتك؟ انا ما بحبش اتكلم كتير عن نفسي، كل واحد يرجع مكانه. ارجع اتحرك اخوي اتحرك اقعد. طبعا انا بره الخدمه وانتم بره السجن، لكن الحال هنا هيرجع زي ما كان بالظبط. اعتبروه سجن قطاع خاص. في راجل كتير منكم يعرفوه، عمل مشروع استثماري وقرر ان اللي يشتغلوا فيه يكونوا من المساجين السابقين، سواء اللي كانوا معاه او غيرهم. طبعا انتم مبسوطين زي ما انا مبسوط. الشغل والمعيشة هنا هتكون بنفس القواعد اللي انتوا عارفينها ومتعودين عليها. من بكرة هتكونوا في سجن حقيقي ومنضبط. عمرك يا سعادة الباشا. هتريس بدي سعادة الباشا. اصرف المساجين على نابل. تمام يا فندم. يلا انقلاب حرك اخويا على العمر. يلا حرك يلا حرك يلا. استنى هنا. مرحبا ابو جبل. منور المنطقه. منور المزرعه. انتبه المساجين. المساجين انتبه. ده تسيب لا يمكن اسمح بيه. العواطف دي ما يصحش تحصل قدامي. انصراف قبل ما اصدر امر تاديب جماعي. عارف انا حبيتك قوي انت ساعة ما شفت دموعك. وانا بقى محضر لك مفاجأة. مفاجأة لما تعرفيها من غير مؤاخذة يعني مش هتصدقي نفسك. ياما ياما سمعت كلام. وبعدين انت بحورك غويطة ما انتش مفهوم. عندك مطبعة وما عندكش بيت. تقدر تنام في لوكندات الأكابر ونامي على حتة فرشة بكليم قديم. بعدين كمان بتشرب السجاير بطريقة بصراحة بقى يعني أنا عمري ما شفتها خالص.
وانا اصلي غير مؤاخذه يعني ما بحسش بطعم السيجاره غير لما اعمل فيها كده. طب ما تفضفض لي احسن عشان اقدر اصفالك. ما انا قلت لك انا لسه خارج من السجن. انت زي ما تكون لسه ما خرجتش من السجن يا راجل. فضفض بقى، احنا لسه كنا من شويه يعني مش مخبيين حاجه خالص على بعض. كنا في حضن بعض عاشق ومعشوق. تعالي معايا. انا هنا بقى عشان من غير مؤاخذه يعني احرس الفلوس دي. يا لهوي سرقها؟ اسرقها ازاي بس؟ عمرك سمعت عن حد اتسرق منه 7 مليون جنيه؟ الحكومة كل يوم والتاني نسمع انها اتسرقت، وكل هبرة اكبر من التاني. انا عمري ما اشتغلت في الحكومة، يبقى هسرقها من غير مؤاخذة ازاي يعني؟ كل قرش في الفلوس دي انا دفعت ثمنه. انت عايزة تعرفي كل حاجة وانا مش هخبي عليكي، بس عاوزك تخلصي لي، مش عاوز غير الإخلاص. وأنا مستعدة للإخلاص. إيه المطلوب مني؟ تقابل أهلي. ساكتين ليه؟ ما حد يقول حاجة. من غير مؤاخذة يعني هنفضل قاعدين كده نبص لبعض كتير يعني؟ احنا مستنيين نسمعك بس. حاولي أنا جاي طالب إيد أحلام. قول لنا بقى عرفتها منين؟ ودي تهمك في إيه لا مؤاخذة يعني؟ عشان نطمن على بنتنا. بنتكم فلة. فلة. وإلا ما كنتش طلبت إيدها. وبعدين من غير مؤاخذة يعني عشان ما أخبيش عليكم انا عرفتها عن طريق الكمبيوتر. كمبيوتر؟ قصدي دماغي. وبعدين يعني اختصارا للكلام انا من غير مؤاخذه يعني مش داخل بيتكم لابس دشداشه وعلى راسي عقال وجاي اشتري بنتكم، لا انا راجل ابن بلد وصاحب صنعه ومسطور على الاخر وكنت مسجون. مسجون؟ ظلم. كان مسجون ظلم. ظلم ولا مش ظلم؟ هو كان مسجون. انا عاوز بنتكم بالهدوم اللي عليها من غير مؤاخذة مهرها معايا اهو. فيها ايه اللفة دي؟ هكون فيها ايه اللفة دي يعني؟ نعناع. فلوس يا استاذ، افتح وشوف. ده ورق بعشرات ده يا ابني؟ لا يا حاجة، بمية. كل ورقة بمية. يعني من غير مؤاخذة قدام حضرتك كده 100,000 جنيه. ايه؟ قلتوا ايه؟ نقرا الفاتحة؟ هي دي المفاجأة بتاعتي، من غير مؤاخذة هفرجك على كل حاجة. اتفضلوا. 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 ده العنبر رقم واحد يا باشا. بس ايه بعد ما هوضبه على مزاجي هخليهولك قصر. قصر. تعال. الارض دي هتبقى مزرعه احسن من مزرعه سجن ابو زعبل.
قصدي هتبقى احسن من مزارع الاصلاح الزراعي، هنا بقى هتبقي هانم. طب والناس دول ايه ومالهم لابسين كده ليه؟ لا طلعيه من دماغك، هما كده واخدين على كده، مبسوطين كده، ما عرفوش يشتغلوا الا كده. وبعدين تكعيبه العنب دي مش عجبان، انا هشيلها. حد يشيل تكعيبه عنب؟ دي الناس بتزرعها مخصوص قدام البيوت. دلع دلع ملوش اي لازمه. دلع. وبعدين من غير مؤاخذه بقى انا عايز اغير الالوان. تعملها يعني ايه؟ عايز اغير الالوان كده، اخلي اللون كده، ايه رايك يبقى اللون كده رصاصي غامق في اسود، يبقى جميل مش كده؟ الزياره انتهت. ايه ده؟ هو بيطردنا؟ لا لا مش قصدي. تحت امرك، تحت امرك، هتصول على تريس، تحت امرك. ماشي كده سليم. ده بقى اللي انا كنت عامل حسابه، اصل عندهم شويه مشاكل ولازم من غير مؤاخذه يعني احلها بنفسي، عشان كده هضطر يعني ده انا بات هنا الليله. يا سلام، قد كده المشاكل مستعجله؟ ما ينفعش تحلها الصبح؟ صعب صعب قوي. بالسلامه انت دلوقتي، عشان اصلها يعني عمليات صعبه يعني ولازم انا اللي احلها بنفسي، مصالح ومش ممكن تتعطل يعني. يا استاذ علاء، يا ست رهاب، استاذ علاء من فضلك لف وارجع تاني. سيبك بالتلفزيون، سمعنا غنوة فرايحي. الهشب شتاك والهشب شتك، يعني وبعد معاك يا سيد المرسك. الهشب شتاك والهشب شتك، الهشب شتاك والهشب شتك، يعني وبعد معاك يا سيد المرسك. الهشب شتاك والهشب شتك، برد الحب عامية بندورة مش قوي، ونار الحب حامية وانا فيها بتشوي. برد الحب عامية بندورة مش قوي، ونار الحب حامية وانا فيها بتشوي. ما بلاش ان كان ضروري اشوي لك رطل بوري، ما بلاش ان كان ضروري اشوي لك رطل بوري. ده القلب من هواك بيعمل تكتك، يعني وبعد معاك يا سيد المرسك. ده القلب من هواك بيعمل تكتك، يعني وبعد معاك يا سيد المرسك. الهشبة شتاكة والهشبة شتاكة، الهشبة شتاكة والهشبة شتاكة، يعني وبعد معاك يا سيد المرسك. الهشبة شتاكة والهشبة شتاكة، لو كان القلب خالي ما كانش ده جرالي، لو كان القلب خالي ما كانش ده جرالي، ولا كنت اجري وراك ولا بعد حد ليك، يعني وبعد معاك يا سليم المرسك. ولا كنت اجري وراك ولا بعد حد ليك، يعني وبعد معاك يا سليم المرسك. الهشبة شتاكة والهشبة شتاكة، الهشبة شتاكة والهشبة شتاكة، يعني وبعد معاك. فاكر ابو المحاسن اول ليله قضيتها معانا؟ ما اقدرش انساها يا ريس.
والمحاسن. أمر أمر يا سيادة اللواء. اركب الهوا. بس الهوا محدش يعرف يركبه يا ريس، ده هوا. الهوا بتركب ولا لا؟ بتركب. سمعت يا ود؟ ركوب الهوا غير ركوب الحمير يا حمار. ايوه ايوه فاتتني دي، فاتتني. ركوب الهوا غير ركوب العربيات يا خرو. ايوه ايوه يبقى المركب، المركب والريح بتزق الشراع. ركوب الهوا غير ركوب المراكب ياد. خور ياد تعال هنا. ملعون ابو ركوب الهوا على اللي عاوز يركب الهوا. الطياره الطياره الطياره. انت فين؟ غير ما اخذ رحت لك الشغل. لا ولا شغل ولا بيت. لو عندك كلام عايز تقوله تعالى نقوله على السطح. امي بره مفيش حد في البيت. حصل ايه؟ المقابله ناشفه ومن غير مؤاخذه يعني كده مش هي يعني. شوف يا ابو المحاسن انا اعتبرتك زبون وراح لحالي. ايه الكلام الفارغ ده؟ والخطوبه والاتفاق؟ احنا ما ننفعش لبعض يا احمد. انت السجن بقى في دمك، كل حاجه فيه دخلت دماغك ومش هتطلع منه. انا عشت في الهوا وسط الناس، الشوارع الزحمه، الناس والعربيات، وكنت بعمل كل اللي نفسي فيه. جعت وشبعت، حبيت وتحبيت، اتخانقت وتصالحت، رحت السيمه دقت طعم اول بوسه في حياتي ليله فرح اختي الكبيره ورا الكوشه بتاعتها.
سلمت نفس الرجال عواجيز وشبان من غير ما حد يخبرني. انا اللي ضربت مره واحد زبون كان عايز يربطني في السرير، قال ايه مزاجه كده. يا سلام. طب وانا فين المتعه وانت متكتف وعليك تستلقى وعدك وبس؟ يا عالم وعدك ده بقى هيكون ايه؟ ضرب، تهزيق، اباحه، جلد. انا مستعد اعيش عمري كله زي ما انا عايشه دلوقتي، ضايعه وخايفه وقلقانه وغلبانه وتعيسه، بس اعيش الدنيا اللي كل الناس عايشينها، لكن ادخل السجن وابقى ملكه وعلى راسي تاج. لا لا يا احمد، الفلوس اللي عندك دي ولا تساوي حاجه جنب اللي ضاع منك وعمره ما هيرجع. طب ثلاثة بالله العظيم، انا كنت مستعده اتجوزك واخلف لك صبيان وبنات لو انت بس مطبعجي لسه بتجمع حروف الكلام. ما تزعلش مني يا احمد، لما ترجع اللي ضاع منك هتلاقيني، والفلوس اللي انت دفعتها لسه موجوده، هروح اجيبها لك. يا اخ علاء. عمر يا احمد باشا، ايه رايك فيا؟ انا ماليش راي، سيادتك تؤمر وانا انفذ، دي الشغله الوحيده اللي انا اعرفها. هطلب منك طلب وعاوزك تنفذه، وانا عارف انه مش صعب عليك، ممكن يكون في الكمبيوتر بتاعك وممكن يكون في دماغك وممكن يكون عند اي حد. انا دايما جاهز يا احمد باشا. انا عايز اعرف الكبير، الكبير قوي اللي كان سبب في دخول السجن. مستعد ادفع لك اللي انت عاوزه، بس اعرفه. بقول لحضرتك ايه، حسابنا 256 الف جنيه مصروفات وبقيه مشتريات ومرتبه، خدمتي عند سيادتك انتهت من دلوقتي. اسمع الكلام، مستقبلك معايا. من فضلك خلاص انتهينا، انا ما اعرفكش، دي اول مره تشوفني واخر مره اشوفك. الحساب لو سمحت. شكلك مصمم. الموضوع انتهى. طب تعالى استاذ شوقي. ها يا ابو حميد، تعرف تعد فلوس يا استاذ شوقي؟ امال كام؟ الف، الفين، تلاته، خمس تلاف. هتعد من غير مؤاخذه 256 الف جنيه وتديهم للاستاذ علاء. الكراتين اللي في المخزن عندك فيها فلوسي رزم رزم، يعني مش هتلخبط في العدد. عايزك بعد ما ياخد فلوسه ويمشي تنقل الفلوس دي وتخفيها من غير ما تتخض، وانا عارف ومتاكد انك هتخفيها كويس. بكره نتكلم على رواقه. بكره.
يلا قلت لك انا بتشاف مره واحده بس، اللي بيشوفني مره تانيه محدش بيشوفه ابدا. نعمل لك ايه انت وامثالك عشان ترضى يا ابو المحاسن؟ ها؟ ومين يرضى باللي انا فيه يا باشا؟ ناقصك ايه؟ اديناك كل اللي ما كنتش تحلم بيه، وكان شرطنا بسيط قوي. ما تسالش ليه خالفت التعليمات ابو المحاسن؟ سالت ليه؟ سكت ليه؟ أحب أشوف من غير مؤاخذة البني آدم اللي أنا بتكلم معاه. الله، ده أنت زينا. أيوة والله زينا. شفتني؟ دلوقتي بس اقدر اقول لسعادتك ليه خالفت التعليمات. اول هام من غير مؤاخذه يعني عشان اشوف سعادتك، تاني هام علشان اسالك من غير مؤاخذه يعني ليه عملت فيا كده؟ ليه مسختني وانا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني 10 على 10؟ قبل ما تدخلني السجن كنت جدع عاجبك، معجباني وعايق وحاسس بطعم الدنيا. اللي يقول لي تلت التلاته كام اقول له واحد بقلب جامد. سؤال وصلت سؤال يا باشا بغير مؤاخذه يعني، حضرتك سالتني وانا جاوبتك، ناقص تجاوبني ليه عملت فيا كده؟ ليه؟ من حقك تفهم يا ابو المحاسن، بس امتى؟ قبل ما تموت بشوية صغيرة. لانك لو فهمت وانت عايش تبقى بلوة كبيرة قوي. النار عشان تفضل موهوجة لازمها حاطب، واحنا الحاطب. برافو، فهمتني، ده قانون الكون. ليك طلبات تانية؟ اي سؤال؟ اخر حاجه يا باشا، المحكوم عليه بالاعدام
من حقه يطلب اللي نفسه فيه. صح صح. طلباتك؟ يا ريت يا ريت تديني بتاع من اللي انت بتشربه ده من غير مؤاخذه يعني، عشان اعدل بيه دماغي. اتفضل سيبوه. وانا بموت يا باشا من غير مؤاخذه يعني، اموت كاني عود حطب ولا اموت بني ادم؟ براحتك، موت زي ما انت عايز، كفايه انك ما قدرتش تعيش زي ما انت عايز. انا عايز اموت بني ادم زي ما ربنا خلقني. Oh,